اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى. حد بعت لي بيقول لي المحروسة بتقول لي وسيدنا عيسى بلا اب من الاساس تربى كاليتيم. نعم سيدنا عيسى عليه السلام تربى من غير اب. مروة مأمون الشاعرة الكبيرة هي اللي بعت لي بتقول لي كده. جميل. طيب عايز اقول لكم ان انا توقفت امبارح أمام ما قاله القاضي المستشار صلاح رشدي الذي كان ينظر قضية أحداث شغب الأزهر. وأنا دايما كنت بقول لكم وأنا بطرح وجهة نظر يعني أو بتناقش معاكم إن احنا محتاجين حوار مع الشباب المقبوض عليه، وإن ما ينفعش طول الوقت أقول لهم إن أنتوا غلط 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 ويبقى القانون بيقول لهم أنتوا غلط وأنا ما بقومش بأي دور آخر. طب عندي فرصة انهم تحت ايدي، انهم ممسوكين، انهم ارتكبوا. انا ما بكلمش عن مجرم ارهابي، لكن في طلبة وفي شباب وفي ناس اتمسكوا في مظاهرات. انا هنا مش بناقش الصح والغلط، خدوا بالكم بس عشان ما حدش يتنقل لقضية فرعية صغيرة قوي. القضية دول شباب مصري اتمسك لاسباب ما ووصلت ان القضاء هيخلص بيهم، خلاص اخلى سبيلهم. دول مين قعد معاهم؟ مين اتكلم وقال لهم انا جاي اسمعكم؟ انتوا بتخرج في مظاهره، انت باني تفكيرك على ايه؟ ويكون عندي وجهه نظر ويكون في ناس بتفهم. فاذا كانت على اساس ديني فيبقى في عالم دين بيتناقش معاه. اذا كانت على اساس سياسي فسياسي بيتكلم معاه. لكن في النهايه انا عايز ابعت رساله لهؤلاء اقول لهم ان انتم مصريين وابناء هذا الوطن. وانا مش حابب ان انتوا تتحبسوا، ومش حابب ان مستقبلكم يضيع، وعايزكم تكونوا قوه في هذا المجتمع وتشاركوا في بنائه ونعمر فيه مع بعض ونصلح فيه الاخطاء اللي انتوا شايفينها، لكن مش بالمظاهرات ولا بالتخريب ولا بحاجه من دي. القاضي العظيم المستشار صلاح رشدي كان فيه 8 فتيات متهمين، قرر انه يخلي سبيلهم وهذا قرار قاضي. فقال لهم ايه؟ قال لهم أنتن أمهات المستقبل، ومن سيتولى تربية حكام مصر بعد 30 أو 40 سنة وقبل كده كمان، أنتوا اللي هتربوا الرئيس الجاي اللي هيجي بعد أي وقت. أنت اللي هتصنعوا قيادات تقود مؤسسات، شئنا أم أبينا. ودوركن في هذه المرحلة، أنتوا دوركم دلوقتي إيه؟ هو التعليم الصحيح، النجاح، الابتعاد عن الأماكن المشبوهة، ابعد عن منطقة قد يعني يساء فهمك او يقبض عليك خطا. لكن دورك دلوقتي ايه؟ انا دوري دلوقتي هون اقدم برنامجي بس. الطالب دوره انه يدرس بس، يدرس ويدرس صح ويخلص النيه انه هيبقى حاجه كويسه وانه هيربي اولاده كويس وانه هيبقى هو فاعل في المجتمع. هو انا معنى كده ان انا قصدي ان ما حدش يعترض او يتظاهر او كده؟ لا خالص، يتظاهر ويعترض بالقانون. وقد يكون هناك مؤمن بلاش المرحلة دي، في شبهات في هذه المنطقة خليني بعيد، عشان أنا الأهم عندي إن أتعلم كويس وأنجح أشتغل يبقى أنا في مكان مؤثر، لما أتجوز أخلف أعرف أربي عيالي كويسين ينفعوا قيادات. ده دور أنبي المستشار تطوعا، لكن ده دور الدولة على فكرة. الدولة مشغولة في حاجات كتير جدا، بس هذه الجزئية اللي اتكلمنا فيها كتير مش أخدين بالهم منها خالص. النهاردة الجيش بيطأر للشهداء في سيناء، طائرات F-16 تشارك في الهجوم على الإرهابيين ومقتل 100 تكفيري حسب موقع سكاي نيوز. حاول تكلم السيد العميد محمد سمين المتحدث الرسمي قبل الهوى، أن المعلومات اللي قلتها كانت نقلا عنه امبارح في الجزء الخاص بالمعلومات بعدد الضحايا واللي تم القبض عليهم، وكان لحد امبارح كان 24 قتيل من الإرهابيين. سكاي نيوز النهاردة بتقول ان هم وصلوا الى 100، وقالوا ان القوات المسلحه لاول مره تستخدم F-16 لتدمير البؤر الارهابيه بعد الهجوم الارهابي امبارح اللي كان على 4 كمائن متزامنه في وقت واحد متزامن الهجوم. قال لك ان تم رصد انسحاب الارهابيين، شافوهم لحد ما استقروا فين، اتحدد اماكنهم، عناصر منهم راحت قريه الحديده جنوب الشيخ زويد، مجموعه اخرى وده اللي احنا بنقوله لاهالي سيناء خدوا بالكم ما تقووش ارهابيين، راحوا لمنزلين بقريه اللفيتات
لما اتاكدوا انهم استقروا في هذه الاماكن في القريتين بدات الخطه، وتم الحصار من قوات الصاعقه مدعومه بعناصر من العمليات الخاصه، حصروا القريتين لمنع هروبهم، وشنت مروحيات الجيش من اف 16 بمشاركه الاباتشي اكبر غائره جويه شهدتها سيناء منذ بدايه الحرب على الارهاب، وتم قصف التجمعات تلك العناصر الارهابيه بشكل متواصل حتى تم القضاء عليهم بعد التاكد من خلوها من الاهالي. طيب ده كلام كويس قوي، ده كلام رائع. هل احنا متواصلين مع سينا كما يجب؟ سينا منطقه حرب، جيشنا بيقوم بدور عظيم جدا ونحن نخوض حرب شرسه، لكن كمان احنا علينا ادوار تجاه سينا. جايز الظروف معوقانه شويه كمجتمع مدني مش قادرين نقوم بيها، لكن هنكمل. لدي حكايه عن احد الضباط الشهداء اللي كان موجود في هذه الكمائن من صديقنا العزيز الدكتور عادل قاسم، الاستاذ بكليه التجاره جامعه الزقازيق ومؤسس قافله شعاع الخير، واللي مقضي اغلب حياته تحت كل الظروف بيروح شمال سيناء وقاعد مع الناس والاهالي دائما. مساء الخير يا دكتور عادل. مساء النور يا استاذ خير. اهلا بحضرتك، الحمد لله بالسلامه. حضرتك لسه راجع النهارده من سيناء؟ امبارح بالليل متاخر يعني. طيب قبل ما تكلمنا عن الشهيد البطل، ممكن تحكي لنا عن الاوضاع هناك؟ اذا اردت رسم صوره للاوضاع داخل سيناء ماذا تقول لنا؟ اقول لحضرتك ان انا وصلت لمرحلة ان انا مش عايز ارجع القاهرة بامانة. مش عايز ترجع القاهرة؟ انا قاعد هناك وسط ضمير مصر، وسط درع مصر، اهالي برغم كل ما يعانونه حقيقي قدر من الوطنية والمسؤولية فوق الوصف والخيال، مع احساس بالغضب مما يحدث تجاههم في امور كثيرة. لكن أنا كنت حاضر مناقشة حادة بخصوص الناس، بعض الناس المتذمرة من الأوضاع ليها، ففي صوت اتقال في وسط الحوار بالشكل ده: يا جماعة سينا هتضيع مننا. ففوجئت بكل الناس في بق واحد ردوا عليه قالوا له مش هتضيع. الناس اللي هي كانت محتجة على أوضاعها لقيتهم مرة واحدة في بق واحد يقولوا له مش هتضيع، سينا مش هتضيع. ما هو هذه الروح؟ هذه الروح حقيقي يعني روح اكثر من رائعه. الناس هناك يا استاذ خيري من حيث الوطنيه، احنا مش عايزين ننسى الناس دي قد ايه جمايلهم ان هم حموا مصر من سنه 48 ل 56 ل 67 ل 73، ودلوقتي هم اللي في وش المدفع، في وش مدفعين للاسف يا استاذ خيري، مدفع الارهاب من ناحيه ومدفع الاعلام من ناحيه اخرى، اللي بيوصفهم بالخونه والعملاء والمهربين والارهاب وكل شيء. الناس ديت بالفعل وبرغم كده من هم بصلتهم الوطن مش مهتمين بالكلام ده كله. طيب لو سالت حضرتك عن اسباب الاحساس بالغبن او الظلم، تقدر ترصد لي أولاً الناس دي عايزه ايه؟ أولاً اهالينا عايزين ايه؟ اهالينا عايزين عايزين لقمة عيش ورزق. احنا هم مقتنعين دلوقتي بموضوع حظر التجوال كويس، ولكن حظر التجوال ده بالنسبة لهم مع الاشتباكات مؤثرة عليهم اقتصاديا. مؤثرة عليهم ايه يا فندم؟ اقتصاديا. اقتصاديا. اقتصاديا ومعيشيا. تمام. يعني الناس بعد الظهر ما فيش اي مصدر للرزق بالنسبة لهم، لا عيادات، لا ظروف، لا كنت بشتغل في الحكومه بعد الظهر بزود دخلي، ما فيش كلام من ده. دي اول حاجه. ثاني حاجه بعد اذن حضرتك، ان لابد من التعاون مع سيناء باعتبارها منطقه مستثناه. استحاله الناس عندها احساس بالاضطهاد. ان على سبيل المثال هدي حضرتك مثال بسيط جدا، في حاجه اسمها بدل اغتراب. دي زي مثلا زي اللي حصل في وزاره الصحه في المستشفى هناك. ايوه، هذا البدل يعطى يعني منطقيا يعطى لمين؟ للمغترب. ايوه بس كان في قرار مساواه العاملين هناك حتى من اهل سيناء، وزير الصحه لما دخل قال كده. قال كده، بس للاسف ده على مبلغ
لا يتعلق بالبدل الشهري يا استاذ خيري، اللي اتضح ان تم اقرار مبلغ يقبضه 3 شهور فقط بهذا المنطق، اما البدل ذاته ما حصلش فيه حاجه. وعشان كده احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول احنا مش عايزين نتكلم عن بدل اختراق، احنا عايزين نتكلم عن منطقه مستثناه فيها مخاطر. ماشي؟ تمام. الاختراق ده موجود في اسوان، موجود في مطروح، موجود في كل حته. لكن احنا بنتكلم عن شمال سيناء كمنطقه مخاطر. المخاطر لا تفرق بين ابن البلد والمنتدى. المخاطر واحده. يا استاذ خيري احنا بنتكلم عن بطوله القوات المسلحه. ويجب ان نتحدث عن بطوله الاطباء والتمريض في ذات الوقت. الذي ينتقل الى مكان الحادث هم الاطباء وعربيات الاسعاف، وفي ناس منهم استشهدت بالفعل في العمليات اللي فاتت، وفي ناس منهم معاقين. على الاقل الضابط بيكون معاه درع وبيكون معاه سلاح، انما الطبيب اللي بينتقل والممرض اللي بينتقل بينتقل اعزل. وفي عربيات اسعاف بتضرب من الارهابيين. وبالتالي يجب ان نقدر هؤلاء الناس. وعشان كده بنقول عايزين نعتبر هذه المنطقه منطقه استثنائيه. هذه المنطقه الاستثنائيه يتم التسويه فيها بين المغترب وبين ابن البلد. تمام. كفايه ان الناس حاسه باضطهاد، كفايه. وعشان كده ده رجاء لرئيس الجمهوريه. اتمنى السيد رئيس الوزراء يكون سامعنا. مش عايزين نرمي كل حاجه على رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء. دي محتاجه تشريعات، دي محتاجه تشريعات. محتاجه قرار من رئيس الوزراء يستطيع ان يعرض. خلاص يا ريت. طيب الجزء الاخير دلوقتي، معلش يا دكتور عادل عشان الوقت، وهاخد يعني هنتكلم في سينا وهنفرد لها حلقه كامله. انا نفسي اسافر، وناس كتير بتقول لنا ما بتسافروش ليه؟ امنيا رافضين ان احنا نسافر. حضرتك عامل قافله جديده لعدد من الادويه، انتوا اهالينا محتاجينهم هناك. ايوه. حضرتك محتاج ايه؟ انا محتاج طبعا يعني في مثل هذه الاحوال احنا بنحتاج لأدوية الجراحات بشكل عاجل، ولكن كمان محتاجين إلى مسامير وشرائح عشان حالات الكسور. الناس يعني بيكلمونا على استحياء، يعني أنا بحاول أعرف منهم. الناس بيقوموا بواجب أكثر تفانيا، وعشان كده إحنا دلوقتي محتاجين إلى مسامير وشرائح عشان حالات الكسور. طيب خير، عايز أقول لحضرتك حاجة، تحملني معلش، لأن على فكرة بالمناسبة أنا كنت في حضرت بالصدفة اجتماع في مستشفى العريش. الناس بتتكلم، فوجئت بيتكلموا بيقولوا عن السي بي سي، أن السي بي سي هي القناة الأكثر احتراما في تناول قضايا سيناء. وعشان كده أنا بأثقل على حضرتك. تفضل. يعني لا بالعكس، احنا ده أقل واجب نقدر نقوم بيه تجاهه. وبالتالي لا يرضي ربنا إن حتى الآن هناك أجهزة غائبة عن المستشفى، مثل الرنين المغناطيسي اللي تبرع به احد الخيرين، مثل اسطره القلب اللي مش قادرين نعوض ثمنها حتى الان. بنعيط على سينا واحنا مش بنطلع الناس اللي بتتبرع، مش قادره تطلع الكلام ده. طيب انا ممكن ارد عليك، بس انا راجع امبارح بالليل يا استاذ خيري على الطريق، والاقي عربيات الاسعاف بتسافر من الناس بالجرحى علشان توديهم مستشفيات اخرى خارج العريش. طيب انا هتسمح لي بس ارد عليك في جزئيه بتاع جهاز الرنين المغناطيسي وقسطره القلب، فاعل الخير اوكل الامر للدكتوره علي عبد الفتاح استاذ الحالات الحرجه بالقصر العيني اللي هو بيثق فيها دائما، وانا بتابع مع وزاره الصحه. المشكله في الاجهزه ان هذه الاجهزه محتاجه يجي الاجانب من الشركه التي تقوم بالتركيب. الشركه ترى ان هذه المنطقه غير امنه، فاحنا بنقدم لهم ضمانات تأمين كاملة ليهم، فده جزء من العائق. الجزء الثاني عملية التدريب على استخدام هذه الأجهزة وقراءة الحالة، واتفقنا أنه سيتم الربط ما بين القصر العيني ووحدة الحالات الحرجة ومستشفى العريش، وهيتم تدريب الأساتذة والحالات الحرجة، هيبقى في دكاترة موجودين معاهم بحيث تتقرى الحالة في مركز متخصص جدا ويترد بالتقرير فورا على من يتابع هناك. الله يبارك لكم. فانا بشرح لك بس المساله، احنا مش ساكتين خالص، لكن فيها شويه اجراءات خارجه عن ارادتنا. ان شاء الله هنكمل، وقريب قوي يكونوا جاهزين. خيري، انا انسان سليم صحيا والحمد لله. برجع في السفر مهدود، انا عمال ابص على عربيات الاسعاف اقول امال دول على ما يوصلوا هيحصل لهم ايه؟ تمام. عايزين نحط ايدينا في ايد بعض،
ليكن هناك مشروع قومي ان يكون مستشفى العريس مركز علاجي متطور، مش محتاجين نحول حاجات للاسماعيليه وللقاهره كل شويه نقرا وتم تحويل كذا وتم تحويل كذا. اذا كان هناك جرحى كثيرين وشهداء كثيرين في هذا المكان، ايه المنع ان احنا نعمل فيه مجمع طبي متكامل؟ نعم. ابسط حقوق الناس ارجوكم، ابسط حقوق الشهداء، ابسط حقوق الجرحى. تمام يا دكتور عادل، اتمنى ان تكون رسالتك وصلت، وهنتواصل معاك ونشوف نقدر ان شاء الله نعمل ايه باذن الله لاخواتنا واهالينا في سينا. كانت مشاهدة كريمة اتصلت وقالت لي ان سي بي سي ألغت 2 بدون ما تعلن، ثم اكتشفت لما رجعت الإدارة وروني لا بيان صادر بالاعتذار نتيجة لتوقف الدوري أكتر من مرة ان هم هيوقفوا قناة سي بي سي 2. أيضا نقل مسلسل من سي بي سي لدراما تم الإعلان عنه عن نيوز بار بأن هيتم نقل مسلسل القبضاي، وهذه كانت مرة وحيدة إلى قناة سي بي سي دراما، والأمانة تقتضي كما قلت أني سأبلغ الإدارة. الإدارة ردت علي هذا الرد. اعتمدت مشيخة الأزهر قائمة ب 13 أستاذا وعالما أزهريا للحديث إلى وسائل الإعلام في كل ما يتعلق بالمشيخة، لم يكن بينهم أي عضو من هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية أو مستشاري فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف. ضمت القائمة الدكتور عبد المقصود باشا رئيس قسم التاريخ بجامعة الأزهر، الدكتور فؤاد عبد المنعم عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات الإسلامية، الدكتور محمد محمود صبري مدرس بقسم اللغويات بالأزهر، الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين، الدكتور محمد بهاء أحمد مدرس حديث، وياسر محمد أحمد مرسي مدرس بكلية أصول الدين، الدكتور أسامة إبراهيم مدرس حديث، وأحمد ربيع ماجستير شريعة وقانون، وحمد الله الصفتي من رابطة خريجي الأزهر، والشيخ أحمد تركي مدير بحوث الدعوة بالأوقاف، والأستاذ عبد الله رشدي باحث شرعي. إن شاء الله نحاول نجيب مجموعة من متحدثي الأزهر الشريف المعتمدين، وده شيء كويس إن يبقى عندك تخصص وناس محددة تتكلم، مش أي حد يتكلم باسم الأزهر الشريف، ونطرح ونبحث ونفتش، عايزين نشوف أجيال مختلفة من الأزهر الشريف. العرب اليوم: ما زالت غارات التحالف مستمرة على اليمن وخاصة على عدن، حتى تم إجبار الحوثيين على الانسحاب من القصر الرئاسي في عدن. طبعا كل يوم بيموت ناس، يعني بقى الواحد يعز عليه دم مسلم عربي بلا ثمن. صاحبة نوبل توكل كرمان كتب على صفحتها من كم ساعة: في طريقي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مساءكم سعيد ويومكم حرية. من الرياض إلى الولايات المتحدة الأمريكية. شيء الواحد زهق من الكلام عن توكل كرمان، كل ما بيشوف حال اليمن بيتدهور، وده اللي كنا دايما بنقوله، ان اللي بيخربوا او بيحلموا، في ناس بتحلم عندها تصورات ان هذا في صالح الاوطان، انه ممكن ينقل البلد، فكرة الضرب الضرب الضرب، ولا مفيش وقفة، ساعة الجد بيسافروا بيلاقوا اللي يستقبله، وتحط على دماغ الغلابة اللي في اي بلد. أهل اليمن بيموتوا وحرب دايرة، مفيش حتة آمنة في اليمن. بس توكل كرمان من بدري راحت الرياض اللي كانت بتتكلم عن سقوطها قريبا، ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، العدو الأكبر الشرير الشيطان العظيم، التعاون مع أمريكا. الصندوق الأسود الثاني للطائرة الألمانية يؤكد تعمد مساعد الطيار إسقاطها. احنا عارفين إن الصندوق الأول قال إن مساعد الطيار دخل وقفل الكابينة ورفض الدخول وعمل إجراءاته بتاع الهبوط على جبال الألب، فاهم هو بيعمل إيه، هو شاب عنده في العشرينيات في النصف الثاني من العشرينيات، وتعمد إسقاط الطائرة لأسباب حتى الآن غير واضحة. بعض الشركات الكبرى اتخذت قرار إن الكابينة يكون فيها 2 تحت أي ظرف من الظروف، لا يترك شخص واحد فيها، كل يوم بيتعلموا حاجة جديدة.
الحياة اللندنية بتتكلم عن أن الظواهري يفكر في حل القاعدة، واستندوا إلى ذلك بمعلومات قالتها الفروع للجماعة في سوريا بدأت تنفصل عنها وتنضم لجماعات أخرى، وده معناه واحدة من اتنين، يا بعضهم يراجع نفسه ويشوف هذه الجماعة وهي بتنهار القاعدة، ولا ينضم إلى جماعة أخرى. وطبعا البديل الشرعي ليهم داعش. آخر حاجة، قط مصري يبدو أنه قرر الهجرة إلى بريطانيا، وكعادة بعض المصريين الذين يفرون بشكل غير شرعي، القط المصري تسلل داخل باخرة متجهة إلى بريطانيا واستخبى في مكان عشان محدش يشوفه، وعاش 17 يوم بدون أكل ولا شرب. بس عايز أقول لكم اتعاملوا معاه إزاي. خدوا القط بسرعة ودوا مركز طبي وبدأوا يعالجوه، وقال لك ده ما بياكلش بقاله 17 يوم، فبدأ ياكل على مراحل، وبعدين قال لك ده ميزانيته 2000 استرليني، فاتعمل موقع ودعوة للتبرع لإنقاذ القط والإنفاق عليه. شوفوا الدول، شوفوا حقوق الحيوان، شوفوا طريقة التفكير والمجتمع المدني. هنا مش ما هيقول لك هنصرف على القط منين، عندهم ميزانية صرفوا، الشركة بتاع الباخرة دفعت 100 استرليني، جمعوا 1500 استرليني علشان القط الوديع ده، وبيجهزوه لحد ما يبقى كويس يرجعوه بلده تاني، يرجع مصر معزز مكرم بصحة جيدة، وجايز يقول لك انا ايه اللي جابني، ما انا كنت مبسوط هناك. ده 2000 استرليني، 2000 استرليني يعني بنتكلم في 25000 جنيه تقريبا على قط. ناس كتير قالت يا ريتنا قط، وقالت له يا بختك وايه اللي هيجيبك، خليك الكنترول روم بيقول لي كلنا قاعدين نقول يا بخته يا ريتنا كنا مكان نونو بقى، جايز ربنا يكرمكم. هطلع فاصل، بعد الفاصل هستقبل ضيوف الاعزاء، صاحب الدعوة فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، والمبتهل والداعية الشاب مصطفى عاطف، والحاج عبد العال محمد، والحاجة فتحية محمود، وستستمعون إلى قصة سترون الله فيها قد إيه ربنا في الانتظار. عايزك بس هساسة كده تنوي، تقول له أنا جاي لك، تعمل حاجة خالص النية إنها الوجه، هيفتح لك كل الأبواب. نلتقي بعد الفصل.